هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، عشاق الأصالة محبي رياضة الأبي والأجداد، تواصلنا معكم مستمر في هذه التحديات الصباحية والمنافسات القوية والمنافسات الشيقة من هنا من أرضية ميدان الذيد بسادس أيام هذا المهرجان، آخر أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الانهيان ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه، الذي يأتي بنسخته 11 هنا في ميدان الذيد. تهانينا لكل الفائزين معنا بالأشواط السابقة. ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام شوطنا 18 المخصص لفئة الحول المهجنات لهجن، أبناء القبائل أبناء الخليج الذين يحضرون في هذا التجمع الكبير وفي هذا أيضا المهرجان الكبير الذي تعلن تحدياته هنا على أرضية هذا الميدان. انطلق هذا الشوط مشاهدين الأعزاء بحفظ من الله ورعايته، وانطلقت فيه الأسماء المميزة وانطلقت فيه الآمال، آمال أيضا المشاركين في هذا الشوط للبحث ولنيل أيضا الفوز والانتصار في هذا الشوط. على البركة نسير إلى مقدمة الشوط لكي نتعرف على الأسماء سويا المنطلقة في هذا التحدي في هذا المسار الكبير. أبدأ مع المركز الأول طاعة تتقدم بالمركز الأول، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم شعار المدهش هنا على مقدمة الشوط، يقدم لنا طاعة على مقدمة الشوط. انتقل إلى المركز الثاني، تتقدم في ثاني المراكز زعفرانة حمد بن سهيل بن خيرات بالدوده العامري يتقدم شعاره على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من غنايم شعار الصعب يتقدم مع غنايم، هنا سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتقدم هذا الشعار، وتتقدم تحديات هذا الشعار المميز وجماهير هذا الشعار الكبير. أتابع المركز الرابع، المركز الرابع الوصول القدوم من الذهبة مبارك بن محمد بن نصر العامري يتقدم شعار المفاجآت هنا ليقدم لنا بالنصرة انطلاقة الذهبة الباحثة عن الناموس الباحثة عن الانتصار. المركز الخامس هلا هلا ويا مرحبا وغلا بهلا اللي وصلت في المركز الخامس، مسعود بن سهيل بن غصنة العامري من يقدم لنا هلا في المركز الخامس. الانتقال إلى المركز السادس، المركز السادس الوصول القدوم الجميل من الشاهنية جمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي قادم يقدم لنا انطلاقتي أيضا الشاهنية من الجانب الأيمن، وصلت على المركز السابع وانتقلت إلى المركز السادس غادة محفوظ بن خميس بن علي الينيبي يوصل يقدم لنا انطلاقتي غادة، بينما شعار المجازف ينضم في هذه اللحظات على المركز الثامن يقدم لنا حلوة أيضا هنا تتقدم بالأداء الجميل وبالأداء الرائع لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا حلوة الأداء حلوة الشكل حلوة العرض هنا تتقدم في المركز الثامن. انتقل إلى المركز التاسع الواصلة السامرية سالم بن يمعة بن عامر بن تريس المنصوري يتقدم في المركز التاسع. المركز العاشر وصلت حشرة خالد بن سالم بن ضحي الكعبي يقدم لنا حشرة وانتقلت إلى المركز التاسع. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم أيها المتابعون الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا الشوط الجميل عبر الشاشات عبر قناة ياس عبر كل القنوات الناقلة لهذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي أبو خالد يحفظه الله ويرعاه من كل مكروه يا رب العالمين. أعود مرة أخرى إلى مقدمة الشوط، أعود
يعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى شعار المدهش. هنا من لا زال بالمركز الأول يقدم لنا طاعة، يقدم لنا طاعة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، المدهوشي يدهش جماهيره، يدهش متابعينه بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المثير. المركز الثاني، المركز الثاني غنايم، غنايم في يوم الغنايم، في يوم الغنايم تبحث عن الغنايم، تبحث عن الفوز، تبحث عن الانتصار. هنا في المركز الثاني غنايم سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يقدم غنايم. المركز الثالث، المركز الثالث الوصول، القدوم الجميل في المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من زعفرانة لحمد بن سهيل بن خيرات بالدوده العامري، يقدم لنا زعفرانة. بينما من الجانب الآخر اللي غيرت هنا مشاهدين الأعزاء وانتقلت إلى البداية، انتقلت إلى المركز الرابع وغيرت في طريقها إلى المركز الثالث، هذه زعفرانة. هنا الوصول، هنا القدوم، هلا مسعود بن سهيل بن غصنة العامري من يقدم هلا. وشعار بن زيتون، شعار بن زيتون يتقدم مع حلوة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما شعار بالغافرية ينضم في هذه اللحظات، يقدم لنا الشاهنية، يمعى بن محمد راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. وصل شعار بوزايد، وصل شعار بوزايد، يقدم لنا أوتار محمد بن زايد بن محمد المنصوري. شعار يعرف طريق النواميس، شعار يعرف الانجازات الكبيره، هذا هو شعار بوزايد القادم، القادم في هذه اللحظات. بينما غاده وغايتها الفوز، غايتها الفوز. محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي قادم، يقدم لنا غاده. بينما اللي وصلت، اللي وصلت، اللي تحركت غزل سهيل بن غانم بن حميد النعيمي من يقدم لنا غزل. بينما الواصلة وعد مبارك بن حمد بالعود العامري، وصل بالعود، وصل بالعود، وصل. هنا ايضا السامرية سالم بن يمعى بن عامر بن تريس المنصوري، يقدم، يقدم السامرية، يقدم السامرية. بينما هلا هي الواصلة مسعود بن سهيل بن غصنة العامري. هذه المراكز الاولى المتقدمة، من يريد الناموس، من يريد الانتصار، من هو صاحب هذا الشوط؟ من بين هذه الاسماء من هي صاحبة الناموس؟ من بين هذه الأسماء العملاقة، من بين هذه الأسماء المميزة، من بين هذه الأصائل التي تتقدم، التي تنافس بكل قوة. شوطنا الثامن عشر، شوطنا الثامن عشر، 2 كيلومترات ما بقى عن خط النهاية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى طاعة، 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 طاعة ما عطتهن في الدرب طاعة. هنا بالمركز الأول سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، المدهوشي لازم يدهش الجماهير، يدهش محبين، يدهش متابعين بانطلاقة طاعة. ولكن بوزايد، بوزايد قادم، يقدم لنا أوتار، يعزف على أوتار الناموس. محمد بن زايد بن محمد المنصوري، أهالي الظفرة، أهالي الظفرة. من الجانب الآخر بالغافرية، بالغافرية قادم مع الشاهنية، يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، أهالي الخوان. بينما اللي وصلت، اللي وصلت، اللي وصلت غنايم، غنايم وشعار بن مرخان سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. جماهيرك، جماهيرك، جماهيرك يا صعب، جماهيرك أهل مرغم، أهل مرغم يطالبون بالسلام. الوصول، الوصول، القدوم من الذهيبة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، العامري يقدم المفاجآت. والمجازف، والمجازف يدخل شعاره في هذه اللحظات مع حلوة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما وعد، وعد مبارك، مبارك بن حمد بن عود العامري. وصلت الأسماء، وصلت غادة، محفوظ بن خميس الينيبي. الله 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 الكيلو
المتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلومتر المثير، اللي يبغى يروح يروح، اللي يبغى يحرك يحرك، اللي يبغى الزعفران، اللي يبغى الناموس، اللي يبغى الانتصار يروح إلى الصدارة، يروح إلى المقدمة. طاعة في المركز الأول، ما طاعة تسلم من البداية، من البداية وهي بالمركز الأول. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ولكن بالنصرة، بالنصرة، بالنصرة يقدم الذهيبة مبارك بن محمد بن نصرة، وبالغافرية يمعى بن راشد بن سعيد، بالغافرية الفلاسي وبن مرخان وبن زيتون. الله 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 الله، والينيبي الله الله. منطقة الإعلام، منطقة الإعلام، أين يغادر الشوط؟ بالنصرة، بالنصرة، بالنصرة يتقدم مع البداية، مع الذهيبة، الذهيبة ذاهبة إلى الفوز. مبارك بن محمد بن نصرة العامري، بن زيتون، بن مرخان، بن زيتون، بن مرخان، الأمتار الأخيرة. ولكن غادر السلام، غادر السلام، الناموس، السلام عيناوي، الناموس عيناوي. النقطة الثالثة لشعار بن نصرة، مبارك بن محمد بن نصر العامري، مبارك عليك الفوز يا ابو محمد. سلام بواب 11، سلام على هذا الاداء المميز والاداء الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدين الاعزاء، وصلت غنايم سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. والمركز الثالث، المركز الثالث طاعة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع، المركز الرابع حلوة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما اللي حلت المركز الخامس، المركز الخامس غادة محفوظ بن خميس بن علي الينيبي. سلام بواب 11، سلام، سلام يا العين، سلام. النقطة الثالثة يحققها شعار المفاجآت ورجل المفاجآت، تهانينا لك يا بن نصرة. سلام بن نصرة، سلام. هذه الذيبة، الذهيبة مشاهدين الأعزاء تتابعونها، ولحظة وصولها إلى خط النهاية تقطع مسافة السباق بتوقيت مقدار 13 دقيقة 16 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، المركز الثاني مشاهدين الأعزاء. توقيتها الزمني 13 دقيقة 17 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. توقيت غنايم لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، تهانينا لك يا بن مرخان. بينما اللي حلت في المركز الثالث توقيتها الزمني 13 دقيقة 18 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. توقيت مشاهدين الأعزاء طاعة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، تهانينا لك المدهش على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، توقيت الزمني 13 دقيقة 19 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. توقيت هنا شعار المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مع حلوة، تهانينا لك المجازف. بينما اللي حلت المركز الخامس توقيت الزمني 13 دقيقة 19 ثانية تسع أجزاء من الثانية. مشاهدين الأعزاء توقيت هنا غادر محفوظ بن خميس بن علي الينيبي. هكذا كان الشوط.